من جديد وحديث القاهرة. ما زالت قلوبنا متعلقة بغزة، أهلينا وعيلتنا وعمق الأمن الوطني المصري ما هماش أرقام أبداً. اللي بيفرقونا فيهم كل يوم واللي بنشوف إن إحنا بنفقدهم كل يوم، واللي وصلوا أكتر من 25,000 شهيد معظمهم أطفال ونساء، وكأن إسرائيل كل هدفها إنها تقضي على الأجيال اللي جاية، عايزة تقطع امتداد الفلسطينيين، وبأمر الله عمره ما هيكون. أكتر من 50,000 جريح، ده غير اللي تحت الأنقاض، وربنا يتولانا برحمته. لكن كل ده بقى كوم، لكن البجاحة في التعامل أمام المجتمع الدولي، وإنها ترمي أكاذيب كده وهي بترد على عن الاتهام الموجه ليها بارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني قدام محكمة العدل الدولية في القضية اللي قدمتها قدامها جنوب أفريقيا، شيء مخجل بصراحة. وبتتكلم كمان عن مصر، يعني احنا معانا تفاصيل، خلينا ناخد تفاصيل من ضيفنا العزيز عبر التليفون عبر زوم، الأستاذ إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية. أستاذ إبراهيم مساء الخير. مساء الخير لك أستاذة كريمة وللمشاهدين. قلبنا ودعواتنا كلها مع فلسطين، وعارفين أن الحق باقي، وإن شاء الله يعني مهما كان مش هيطول، يعني يوم الباطل لا يطول، دايما بيزهق الباطل، ان الباطل كان زهوق. لكن ممكن تقول لنا كان ردكم ايه ورد فعلكم النفسي حتى على الاقل ايه على الاتهامات اللي قالتها اسرائيل للدول العربيه واولها مصر وهي بتحاول تدافع عن نفسها قدام محكمه العدل الدوليه؟ هي عاده اسرائيليه دائمه عندما ترى نفسها محاصرة بالقضاء وبالاتهامات فتحاول تصدير اتهاماتها لدول الجوار، تحاول التصدير الأزمات للأشقاء والأصدقاء، وليس غريبا على هذه الدولة المارقة التي تمارس جرائم القتل والترويع منذ 100 يوم أن تمارس الكذب والخداع والتضليل في أسلوب تناولها وفي روايتها وفي سرديتها وفي صورتها التي تحاول أن تقدمها، صورة الضحية بعد أن سقطت في دماء الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة. هذه الرواية الإسرائيلية رواية هشة غير لا يشتريها أحد، وكل المتابعين من العرب ومن الأجانب الذين عرفوا إسرائيل على حقيقتها طيلة الأيام المئة الماضية من الإبادة المتدحرجة يعرفون تماما مثل هذه الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد. طب يعني هل تعتقد أن الاتهامات اللي واجهتها إسرائيل بدل ما تدافع عن نفسها وتعمل ضحية للدول العربية وأولها، يعني زي ما أنا قلت أن مثلا مصر، هل ده كان في محاولة منها للوقيعة ما بين الجانب الفلسطيني والجانب المصري، ولا إيه اللي ممكن يكون الهدف؟ وهل بتفكروا تعملوا رد رسمي على الاتهامات اللي قالتها بحق الدول العربية ولا لا؟ بالتأكيد الجهد المصري والموقف المصري موقف نبيل منذ اللحظة الأولى، وهو حائط الصد أمام إسرائيل في تنفيذ مخططات التهجير التي تحاول تنفيذها. ونحن تحدثنا، دولة رئيس الوزراء تحدث منذ اللحظة الأولى لتلك الرواية الهشة التي حاولت إسرائيل تقديمها من أعلى منبر دولي في محاولة منها لدرء الاتهامات عنها، ولديها 5 معابر يمكن لو صدقت أن تدخل المواد الغذائية والتموينية عبر تلك المعابر بين الضفة وقطاع غزة. وقد سبق وأن طالبنا جميع الهيئات الدولية بإدخال المواد التموينية والغذائية والوقود عبر المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنها عندما حوصرت بالاتهامات تحاول أن تصدر الأزمة إلى مصر الشقيقة
التي أوقفت وعطلت مشاريع الترحيل والتهجير القسري التي تحاول إسرائيل تنفيذها في حق أهلنا في قطاع غزة. وإحنا شفنا قصف معبر رفح أكثر من مرة خلال الفترة الأولى، والشاحنات تقف على المعبر يعني لا تستطيع الدخول، وأعلنت إسرائيل بنفسها إن هدفها هو تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة لحد ما تقضي على حركة حماس، هي أعلنت. لكن يعني طيب أنا هاخد حضرتك للمحكمة الدولية، رغم إن هذه الخطوة القوية والشجاعة التي قامت بها جنوب أفريقيا في الدعوة لأقامتها بالإبادة بحق الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، إلا إن في ناس ما زالت حتى الآن تقول إن القرارات نفسها قد تكون غير ملزمة اللي هتخرجها المحكمة العدل الدولية. طب إيه اللي ممكن نستفيده؟ حضرتك ردك إيه على الجزئية دي تحديدا؟ وشايفينها مفيدة ازاي للقضية الفلسطينية؟ بالتأكيد ليس هناك أي شك، ويكفي أن تقف إسرائيل في قفص الاتهام متلبسة بدماء الأطفال والنساء والشيوخ في محكمة القرن في أعلى منبر قضائي أممي. تقف إسرائيل وهي مصدومة من دقة والبينات وحجج المرافعات الرائعة التي حضرها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، التي نتقدم منها باسم الشعب الفلسطيني رئيسا وحكومة وشعبا بأجزل الشكر وعظيم التقدير لهذا الموقف النبيل الذي انحاز إلى قيم العدل والحق والحرية. هؤلاء هم أحفاد نيلسون مانديلا الذين أكدوا كما أكد نيلسون مانديلا أن جنوب أفريقيا لن تكتمل حريتها إلا باكتمال حرية الشعب الفلسطيني، وهم ظلوا أوفياء لهذا المناضل الحر الكبير الذي ارتبطنا وارتبط مع الرئيس الخالد ياسر عرفات بعلاقات طيبة، الرئيس الخالد أبو الوطنية الفلسطينية. وأعتقد أنها ستبقى جملة باقية وخالدة وتتحقق إن شاء الله. عندي سؤال آخر، إيه هي الدول اللي أيدت جنوب أفريقيا في الدعوة اللي رفعتها في أمام المحكمة محكمة العدل الدولية؟ ممكن حضرتك تقول لنا إيه هي الدول اللي قامت بالتأييد حتى الآن؟ وهل التأييد ده هيفيد الدعوة اللي مرفوعة حاليا؟ هي دول حلف الإبادة، وهذه الدول التي شايعت ودعمت وشاركت في غرفة القتل والتدمير، ولأنها تعرف أنها سيشار إليها بإصبع الاتهام إذا ما حوكمت إسرائيل بجرائم الإبادة، فإنها ستكون أيضا مشمولة بتلك الجريمة. لذلك هي سارعت بالدفاع عن نفسها في محاولة يائسة وبائسة لأن تقف إلى جانب الظلم وإلى جانب القاتل في محاولة لدرء تهمة القتل بعد أن شوهد هذا القاتل متلبسا بعمليات القتل والإبادة والتجويع والتهديم والتقتيل على الهواء في صور ليست بحاجة إلى إثبات، ليس النهار بحاجة إلى دليل. طب أستاذ إبراهيم، مش هقدر ما أسألش عن هل عندكم خطة ما حاليا بتتم مناقشتها للتصعيد من قبل السلطة الفلسطينية بشكل أكبر وأكبر علشان العالم يتحرك؟ وعايزة أطمن على أهلنا في الضفة برضو، يعني يقال إن أيادي الإسرائيليين تطلهم في كل مكان. أنت تعلمين أستاذة كريمة أن هذا اليوم هو 100 يوم من التقتيل ومن التنكيل والتهديم والترويع والتجويع والتشريد والتهجير، هي 100 يوم من فنون التعذيب والاعتقال وقطع كل أسباب الحياة عن أهلنا في قطاع غزة، هي 100 يوم من الإبادة بلا هوادة بحق أهلنا بمثابة دهر عاشه أهلنا في قطاع غزة أطفالا ونساء وشيبا وشبانا في محرقة القرن. صحيح. طب هل عندكم خطة ما للتعامل خلال الفترة اللي جاية، أو في خطوات بتدرسوها عشان تعملوها كحكومة فلسطينية وسلطة فلسطينية؟ بالتأكيد الشعب الفلسطيني وهو يواجه هذه الآلة من الغطرسة القوة وآلة الإبادة الجماعية
التي تفتك بالأطفال والنساء والشيوخ يواجه هذا العدو المتغطرس بالمقاومة على الأرض، وهي حق شرعي توفره كافة القوانين والشرائع الدولية، وبالمجال الدبلوماسي أيضا في المحافل الدولية من خلال استدعاء الهيئات والمنظمات الدولية للانعقاد والوقوف عند مسؤولياتها إزاء هذه الجرائم المروعة والتي حملت جنوب أفريقيا الشقيقة مشكورة على رفع الآلام والأوجاع والنزيف الدم الفلسطيني إلى أعلى منبر للعدالة الدولية، لكي يتم محاكمة هؤلاء القتلة المجرمين. وإن شاء الله لن نتوقف حتى ولن نتوقف حتى يتم كل هذا. سؤال أخير اسمح لي، يعني قرأنا أخبار عن اعتقال السلطات الإسرائيلية لشقيقات القيادي الفلسطيني صالح العاروري بعد مداهمة منازلهم، ممكن تدينا تفاصيل؟ هذه الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تدفعها نزعة الانتقام من عائلات الشهداء والشهيد الكبير صالح العاروري رحمه الله، هو مناضل وطني ووحدوي كبير، وبالتالي فإن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات اعتقال وترويع وتعذيب للأخوات هذا المناضل الراحل الكبير إنما هي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف عائلات الشهداء وخاصة الأسيرات في سجون الاحتلال للنيل من صمود الشعب الفلسطيني ويقينه بحتمية انتصاره، انتصار الدم على السيف، انتصار الوطن على الاحتلال، انتصار الحقائق الثابتة على كل عناصر الغطرسة. رغم كل هذا الذي نراه من عمليات التقتيل ونقيع الدم الممتد من رفح إلى جنين، إلا أن الشعب الفلسطيني يؤمن بأن الفجر سيعقب الليالي الحالكة. إن شاء الله، وإحنا معاكم. هو تصرف حقير أكيد بلا شك، يعني باتجاه السيدات ومناضلات وسيدات المجتمع الفلسطيني اللي بيتم اعتقالهم كده جهارا. بنشكرك جدا متحدث الحكومة الفلسطينية السيد إبراهيم ملحم اللي كان معنا على التليفون.